أعزائي طلبة الطلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع كايرو دار. هنتجول النهاردة في فرع الجبر، هنبدأ في الوحدة الثانية وهناخد دوال كثيرة الحدود، وزي ما انتهينا من الوحدة الأولى في الجبر برضو هنبدأ النهاردة في الوحدة الثانية. ونوعدكم أن احنا هنلتقي معاكم في الوحدة الأولى، هناخد مراجعة شاملة على الوحدة الأولى، وده هيكون من خلال كتاب المدرسي. هناخد المراجعات اللي موجودة في الكتاب المدرسي عشان احنا ما نستغناش عن الكتاب المدرسي في هذه المرحلة. اول حاجة هنبدأ نعرف ما هي الدالة كثيرة الحدود. احنا بنقول ان الدالة هي قاعدتها بتبقى عبارة عن حد او مقدار جبري مكون من عدة حدود. تعالوا نبين الكلام ده ونشوفه مع بعض. هنقول هنا هي ان الدالة كثيرة الحدود هي دالة قاعدتها عبارة عن حد أو مقدار جبري مكون من عدة حدود. طبعا مجال الدالة دي كثيرة الحدود بيبقى المجال بتاعها والمجال المقابل هو ح. يبقى هنقول هنا هوت ان هي مكون من عدة حدود ومجالها المقابل هو ح، مجموعة الأعداد الحقيقية. وبيقول لي والأس للمتغير س في أي حد من حدودها هو عدد طبيعي. يبقى إذن الدالة كثيرة الحدود هي دالة قاعدتها عبارة عن حد أو مقدار جبري. طيب تعالوا نشوف، يعني نفتكر مع بعض كده الحد والمقدار الجبري كده هوت. لو أنا جيت قلت كده هوت بالشكل دوت، لو أنا قلت 3 س ده بسميه حد جبري، ماشي. أما لما أقول 5 س ناقص 4 ص فده بسميه مقدار جبري لانه مكون من اكتر من حدين. يبقى اذا حد جبري او مقدار جبري مكون من عدة حدود ومجالها المقابل هو ح، يعني قيم السين هنا هو كلها او صور السين هتبقى كلها في من الاعداد الحقيقية، والاس المتغير س في اي حد من حدودها هو عدد طبيعي. يعني لما اجي ابص للاس هنا س اس واحد، هنا السين الأس بتاعها واحد، الصاد هنا واحد، لابد ان يكون الأس عدد طبيعي ليس عدد نسبي وليس كل الأعداد الحقيقية. لا، بنقول ان هو لابد ان هو يكون عدد طبيعي، اللي هي الأعداد الطبيعية، اللي هي نقول مع بعض الأعداد الطبيعية 0 1 2 3 الى اخره. يبقى دي مجموعة الأعداد الحقيقية. تعال نشوف شكل الدالة ونكتبه مع بعض. هنبدأ ناخد تعريف دلوقتي للدالة. هناخد تعريف، وبيقول لي التعريف هنا ايه. بيقول لي ان الدالة اللي هو المجال بتاعها من ح الى ح، حيث لو انا قلت دالة السين هتساوي ألف صفر زائد ألف واحد سين زائد ألف اتنين سين زائد سينوس اتنين زائد نقط إلى ألف نون سين أس نون. هنلاحظ هنا إن كل
إن ألف صفر ده وألف واحد وألف اتنين إلى ألف نون دي كلها بتنتمي إلى الأعداد الطبيعية، كلها دي أعداد طبيعية. وشرط عندي هنا هو وألف نون هنا لا يساوي الصفر، يبقى إذن هذه الألف نون ده عدد طبيعي وألف نون لا يساوي الصفر. طيب دي بتسمى كثيرة حدود اللي شايفينها قدامنا ديت، بنسميها بتسمى كثيرة حدود من الدرجة، أكبر درجة فيها اللي هي إيه؟ أس نون، يبقى من الدرجة نون. وبنقول إن بتكون درجة كثيرة الحدود هي أكبر قوة للمتغير في قاعدة الدالة. طيب تعالى ناخد أمثلة توضح لنا وتأكد لنا الكلام ده اللي يبرهن على تطبيق هذا التعريف. هناخد المثال الأولاني اللي هو بيقول لي عندي طبعا هنا مجال الدالة من ح إلى ح، يبقى على طول هنا هوت. هناخد الأمثلة، أول واحد لو أنا عندي دالة د من ح إلى ح، فبقول إن دالة السين بتساوي 3 س زائد 2. لاحظ هنا أدي أ س أس 1 وهنا 2، هنا أكبر أس للسين أس 1، دي دالة من الدرجة الأولى. لو أنا عندي دالة تانية اسمها ر أيضا من ح إلى ح، مجالها ح ومجالها المقابل ح، فلو هقول ر س هتساوي س تربيع ناقص 3 س زائد 2، برضو دي دالة من الدرجة التانية زي ما احنا شايفين الأس هنا أس 2 كلها أعداد طبيعية. لو عندي دالة تالتة اسمها كاف س، لو هنقول كاف برضو من ح إلى ح، فبنقول إن كاف س بتساوي كمثال على دالة كثيرة الحدود 2 س تكعيب ناقص 5 س زائد 7. طيب زائد 7. طيب من اللي احنا شايفينه من الأمثلة بتاعتنا ديت من التعريفات الدالة اللي قدامنا إن هنا المجال والمجال المقابل كلها أعداد حقيقية، وقاعدة الدالة هي حد أو مقدار جبري. يعني القاعدة عندي للدالة إن هي لابد إن هي تكون يا إما حد يا إما مقدار جبري. تعالوا ناخد مثال يوضح لنا التطبيق المباشر على الدالة ونشوف مع بعض هنطبق إزاي. مديني مثال هنا بيقول لي إذا كانت دالة السين بتساوي سين تكعيب ناقص 2 سين تربيع زائد 7، فوجد كل من دال عندما سين بسالب 1، دال عندما سين بصفر، دال عندما س بواحد، ودال عندما س باتنين. لما نيجي نحل هنا هو تبص كده معايا، هو طالب منك هنا بيديك الدالة كثيرة الحدود وبيقول لك دي طبعا دالة كثيرة حدود، أكبر أس هنا أس 3، الأسس بتاعتها كلها هنا هو أعداد طبيعية، يبقى بنقول هذه الدالة دالة من الدرجة التالتة. هو بيقول لك دال سالب 1، يبقى أنت على طول كده أهو هتقول له دالة السين عندك أهي بتساوي إيه؟ سين تكعيب ناقص 2 سين تربيع زائد 7. فلما يقول لك دال سالب 1 معناها إن أنا بجيب قيمة الدالة عندما يكون المتغير سين عندي قيمته بسالب 1. يبقى أنا كل اللي هعمله دلوقتي إن أنا هعوض عن قيمة السين بسالب 1. أنا عندي هنا سين تكعيب، يبقى آدي السين بسالب 1 وادي التكعيب ناقص 2، بص كده معايا ادي التربيع اهو الاول، وهشيل السين واكتب قيمتها سالب 1 عشان ما اتلخبطش،
زائد 7. نبدأ نطلع قيمة الناتج بتاع دالة سالب 1. سالب 1 تكعيب هيدينا سالب 1. هنا سالب 1 تربيع يدينا 1، مضروب في سالب 2 يبقى سالب 2 زائد 7. هيصبح الناتج سالب 1 ناقص 2 سالب 3 زائد 7، يبقى إذا الناتج هيساوي 4. يبقى دالة عندما س بسالب 1 قيمتها بتساوي 4. طيب طلب بعد كده مني دالة عندما س بصفر. نكتب الدالة مع بعض تاني عشان لما نيجي نعوض. دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 2 س تربيع زائد 7، وبيقول لي دال عندما س تساوي الصفر. يبقى هنعوض، هيبقى صفر تكعيب ناقص 2 مضروبة في صفر تربيع زائد 7. يبقى على طول الناتج هيساوي صفر تكعيب يبقى بصفر، ناقص 2 مضروبة في صفر لأن صفر تربيع بصفر في 2 يبقى ناقص صفر، زائد 7 يبقى الناتج هيساوي 7. يبقى لما قيمة الس بتساوي صفر فإن قيمة الدالة بتساوي 7. طلب بعد كده مني دال عندما دال بتساوي الواحد. طيب دال لما الس بتساوي 1 هنعوض، يبقى 1 تكعيب ناقص 2 مضروبة في 1 تربيع زائد 7 هيساوي، هنا هيبقى 1، 1 تربيع ب 1 مضروب في سالب 2 يبقى سالب 2 زائد 7، يبقى الناتج هيساوي على طول 1 و 7 8 ناقص 2، يبقى الناتج هيساوي 6. أخيرا طالب في المسألة دال لما دال قيمة الس بتساوي 2. نبدأ نعوض، س تكعيب يبقى ادي 2 تكعيب ناقص 2 وادي الس تربيع، الس قيمتها 2 زائد 7 يساوي 2 تكعيب يبقى 8 ناقص 2، 2 تربيع ب 4 في سالب 2 يبقى سالب 8 زائد 7، يبقى في النهايه 8 ناقص 8 0 زائد 7، يبقى ده بيساوي 7. زي ما احنا شفنا تعويض تقريبا مباشر جدا على الداله، وشفنا ازاي بنعوض القيم، وقيم الس بتتغير قيمة الدالة بتغير قيم س. تعالوا ناخد برضو مثال تاني يوضح لنا الكلام ده كله. المثال هنا بيقول لي إذا كانت دالة الس، بيقول لي إذا كانت دالة الس بتساوي س تربيع ناقص 3 س، وره س دالة أخرى اسمها ره س بتساوي س ناقص 3. بيقول لي رقم 1 أوجد دال 2 زائد 3 ره 2. المطلوب الثاني بيقول لي اثبت ان دال 3 بتساوي ر 3 بتساوي الصفر. طيب نبص كده مع بعض للسؤال ونحاول نحله مع بعض. هو مديني لي دالتين، داله اسمها دال س فيها بتساوي س تربيع ناقص 3 س، الدالة التانية اسمها ر س بتساوي س ناقص 3. بيقول لي اوجد دال 2 زائد 3 ر 2. يبقى أول حاجة هنا اهوت هجيب له دال عندما س ب 2. يبقى هعوض في الدالة دال اللي هي س تربيع، يبقى هشيل الس واكتب مكانها 2 والتربيع ينزل زي ما هو، ناقص 3 س يعني 3 في س، وبنسهل على نفسينا بنكتبها بالشكل دوت من غير كأننا حاطين علامة ضرب بالظبط، ولو حطينا علامة الضرب هي هياها بس أنا بسهل على نفسي الحل. هقول له والله دال 2 هنا 4 ناقص 3 في 2 ب 6، والله الناتج هنا هيطلع لي سالب 2.
يبقى د 2 طلعت لي بسالب 2. دلوقتي اجيب بقى ر س، ر س او ر عندما س قيمتها ب 2. طيب نعوض في هنا في الداله، ر 2 هنا هتبقى 2 ناقص 3، 2 ناقص 3 تديني سالب 1. طيب دلوقتي هو بيقول لي اوجد، اهو بص كده معايا، يبقى لما اقول له بقى د 2 زائد ر او 3 ر 2، هقول له والله بيساوي د 2 قيمتها بكام؟ د لما كانت السين ب 2 قيمتها طلعت كام؟ سالب 2 زائد 3 مضروبه في ر عندما سين ب 2، ر عندما سين ب 2 طلعت بكام؟ طلعت بسالب 1، يبقى 3 مضروبه في سالب 1. سالب 2 زائد 3 في سالب 1 يبقى هنا هيبقى سالب 2 موجب في سالب، يبقى هنا الناتج هيدينا سالب 3، يبقى سالب 2 ناقص 3 الناتج هيدينا سالب 5. وده كان المطلوب الاولاني في هذه الداله. زي ما احنا شايفين هو بيتنوع ليا في الاسئله، بيشتغل على الداله ازاي، عرفنا ازاي بنعوض عن قيم السين يظهر لي قيمه الداله، وكلما تغيرت قيمه السين كلما تغيرت قيمه الداله. طيب بص هنا كمان السؤال الثاني بيقول لي ايه، اثبت ان د عندما س ب 3 بتساوي ر عندما س برضه بتساوي 3 ان الناتج في النهايه بيساوي الصفر. طيب تعال نبص كده مع بعض ونعوض ونشوف، هنكتب الداله ونكتب ر داله الر وداله س، هقول له والله انت د س بتقول لي ان هي س تربيع ناقص 3 س، وعندي الر س بسين ناقص 3. طيب هو بيقول لي اثبت ان ايه؟ بيقول لي اثبت ان د 3 د عندما س ب 3، هقول له والله تعالى نعوض د عندما س بتساوي 3، يبقى هنعوض في داله الس، هقول له يبقى د 3 عندما س ب 3 نعوض، يبقى هنا 3 تربيع شلت الس كتبت 3 ناقص 3 س، يعني 3 مضروبة في قيمة الس اللي هي 3، هنا يبقى 9 ناقص 3 في 3 يبقى 9، يبقى 9 ناقص 9 ده بيساوي الصفر، يبقى كده جبت د عندما س ب 3. بنفس الطريقة هنا طلب مني لما ر عندما س ب 3 أيضا نشوف تساوي كام، فهعوض عن ر عندما س ب 3 يبقى 3 ناقص 3 يبقى ر 3 هيساوي الصفر. يبقى انا دلوقتي استنتجت ان داله السين بتساوي ر سين بتساوي صفر عندما سين بتساوي، اقول له عندما سين بتساوي 3، يعني د 3 بتساوي ر عندما سين ب 3 بتساوي الصفر. ده كده المثال الاولاني اللي احنا شفنا فيه وتنوعنا فيه الكلام ده كله. تعالى بقى ناخد تعريف مع بعض نعرف بيه الدوال وانواع الدوال اللي نبدا نشوفها وازاي بنمثلها على خط الاعداد او على الشبكه التربيعيه بتاعتنا لكل داله. هناخد هنا تعريف، الدالة عندي لو انا خدت الدالة دال اللي مجالها من ح الى ح مجالها المقابل، حيث ان دالة السين بتساوي الف سين زائد ب، وعندي الالف والب أعداد حقيقية بتنتمي إلى الحاء، وعندي شرط أساسي أن الألف لا يساوي الصفر، ألف لا يساوي الصفر. ليه ما بيساويش الصفر؟ لأن في الحالة ديت هنا دي الدالة دي بنسميها دالة خطية، ودي بنقول بتسمى دالة خطية
ليه دالة خطية؟ لأنها دالة من الدرجة الأولى، أكبر أس فيها أس واحد. ولما بقول إن أ لا يساوي الصفر، معنى إن أ لا يساوي الصفر، لأن لو الأ بيساوي الصفر يبقى في الحالة دي دال س بتساوي الب، والب هنا عدد طبيعي، فأصبحت ليست دالة خطية ولكنها أصبحت دالة ثابتة. عشان كده بنقول إن هذه الدالة الخطية هي دالة من الدرجة الأولى. طيب هل ممكن إن الب هي اللي تكون بصفر؟ أه ممكن الب تكون بصفر، هنا في الحالة دي مفيش مشكلة، لكن الألف لا يساوي الصفر. طيب برضو هنذكركم هنا برضو بحاجة تانية، بنقول إن الدالة الخطية ديت المعرفة بالقاعدة، يعني لو قلنا الدالة الخطية لو عندي ص بتساوي أ س زائد ب، أ س زائد ب دي بتمثل دالة خطية، بتمثل بخط مستقيم. هذا الخط المستقيم يقطع محور السينات ويقطع محور الصادات. يقطع محور السينات ويقطع محور الصادات. لو احنا جينا بصينا هنا اهوت ورسمناها أو بالشكل دوت، هذه الدالة الخطية تمثل بخط مستقيم يقطع محور السينات والصادات بهذا الشكل. ركز كده معايا، لو قطعت محور الصادات زي ما احنا شايفين على الرسم، ادي محور السينات وده محور الصادات، بتقطع هنا محور الصادات في النقطة اللي احداثياتها صفر وألف أو صفر وب، صفر وب. يبقى إذا نقطة تقاطع محور الصادات هنا هوت هتبقى إحداثياتها صفر ونقطة ب، اللي هي دي صفر ونقطة ب. أما بتقطع لي محور السينات في النقطة اللي إحداثياتها، ركز كده معايا، طبعا لما بقول لك تقطع محور الصادات يبقى السين بصفر، لما اقول لك تقطع محور السينات يبقى على طول تقول لي يبقى الصاد هي اللي بصفر، وبتقطعها في النقطة اللي هي سالب ب على 2 ألف، سالب ب على 2 ألف هي دي نقطة التقاطع مع محور السينات. طيب لو احنا جينا بصينا كده هو بالشكل دوت، سالب ب على 2 ألف يبقى هي دي نقطة التقاطع مع محور السينات. نبدأ ان ناخد مثال يوضح لنا الكلام ده كله ونشوف مع بعض هنطبقه ازاي. المثال بيقول لي مثل بيان الدالة المجال بتاعها من ح الى ح، حيث دالة السين بتساوي 3 ناقص 2 س، 3 ناقص 2 س. طيب ازاي نمثلها هذه الدالة؟ طبعا في اكتر من طريقة لتمثيل هذه الدالة، هنوضح هنا الطريقة الاولانية. اول حاجة هنا هوت عشان نمثل هذه الدالة، طيب عشان ارسمها هنختار اي 3 نقط ونرسم بيها الكلام ده. طيب هنختار القيم للسين نعوض بها في الدالة، يطلع لي قيم الدالة، يبقى أقدر أرسمها بهذه الطريقة. يبقى أول حاجة هعمل جدول كده، هقول هنا في الخانة الأولانية هنا قيمة السين وهنا قيمة دالة دال سين. هناخد القيم بتاعت السين اللي عندي وليكن صفر وواحد واتنين، دي الأسهل تلات نقط عندي ناخدهم، صفر واحد اتنين. نبدأ نعوض هنا عن السين بصفر، طبعا لما أقول السين بصفر يبقى في هذه الحالة تلاتة ناقص اتنين سين، دي معناها تلاتة ناقص اتنين مضروبة في الصفر يبقى بالشكل دوت. يبقى إذا هقول إن النقطة دي مثلا وليكن نقطة ألف، يبقى ألف هنا هو الدال لما س بصفر نقطة أ ديت، يبقى إذا هنا بيساوي الناتج بيساوي 3، على طول هكتب بتساوي 3. طب لو خدت نقطة اسمها ب برضو هقول لما هنا دالة السين عندما س بواحد، يبقى 3 ناقص 2 في 1
يبقى الناتج هيساوي الواحد. يبقى عندما س بواحد قيمة الدالة بتساوي الواحد. ناخد بقى عندما السين بتساوي اتنين، يبقى اذا هقول تلاتة ناقص اتنين مضروبة في الاتنين، يبقى تلاتة ناقص اتنين في اتنين باربعة، يبقى تلاتة ناقص اربعة، يبقى الناتج يساوي سالب واحد. يبقى اذا في هذه الحالة لما اجي امثل الدالة، طبعا هنا بنمثلها بالتلات نقط اللي عندي دولت وبنمثلهم على الشبكة التربيعية بتاعتنا. فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنرسم الشبكة التربيعية. ادي محاور الاحداثيات بتاعتنا اهي، وانا عندي هنا واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، سالب واحد سالب اتنين، وهنا سالب واحد سالب اتنين. طبعا هنا لما يجي يقول لك صفر وتلاتة، ادي هنا هو طبعا ده محور السينات وده محور الصادات. صفر وتلاتة ادي صفر وتلاتة يبقى في النقطة ديت، واحد وواحد يبقى في النقطة ديت، اتنين وسالب واحد يبقى اتنين وسالب واحد يبقى في النقطة ديت. طبعا دي بتمثل بخط مستقيم على طول تلات نقط، يمر هذا الخط المستقيم بهذه التلات نقاط يبقى بالشكل دوت. ادي الخط المستقيم، يبقى انا مثلت هنا النقطة. بص كده معايا، بتقطع يقطع هذا الخط المستقيم في محور الصادات في النقطة اللي احداثياتها صفر وتلاتة. احنا لسه قايلين من شوية هنا ايه؟ ان احنا بيقطع محور الصادات في النقطة اللي احداثياتها صفر وب. طيب صفر وب هنا اهو، صفر وب، ب هنا اللي هي مين؟ انا عندي الف هنا اهو، خلي بالك في المسألة، الف هنا اللي هو معامل السين اللي هو بسالب اتنين، وعندي الب اللي هي بقيمتها بكام؟ اللي هي بتلاتة. فانا عندك محور الصادات هنا بيقطع الخط المستقيم، يقطعه في النقطة اللي احداثياتها صفر وتلاتة. طيب ويقطع محور السينات في النقطة اللي احداثياتها سالب ب على اتنين الف. صفر هنا بيقطع محور السينات في النقطة اللي احداثياتها سالب ب على اتنين الف، سالب ب اللي هي سالب تلاتة على 2 في ا اللي هي سالب 2 في ا، او على سالب ب على ا، معلش عفوا، هنا هتبقى على ا، هتبقى على ا بس مش على 2 ا، على ا. يبقى في هذه الحاله سالب ب على 2 ا يبقى سالب 3 على سالب 2 يعني سالب 1.5، عشان كده النقطه جت في 1.5. يبقى اذا هنا قدرنا نحدد او نتاكد من تطبيق القاعده ان هي لما بتقطع محور الصادات بتقطعها في النقطه اللي احداثياتها صفر و ب، وبتقطع محور السينات في النقطه اللي احداثياتها سالب ب على ا وصفر. طيب تعالوا ناخد برضو تعريف اخر يوضح لنا كماله الموضوع. هنا هناخد برضو زي ما وضحنا الرسومات ووضحنا الكلام ده كله، هناخد تعريف الدالة ونقول ان هي دالة ثابتة امتى، وبعد كده نشوف الكلام ده مع بعض. يبقى هنا تعريف، طبعا انا لما اقول ان عندي دالة مجالها من ح الى ح، فان دالة س بتساوي ب حيث الب تنتمي الى ح، عدد حقيقي او تنتمي الى الأعداد الحقيقية، فبنسمي هذه دالة، دي تسمى دالة كثيرة حدود ثابتة. دي دالة كثيرة حدود بنسميها دالة الثابتة، وهذه الدالة الثابتة بنقول إنها دالة من الدرجة الصفر. يبقى دي دالة كثيرة حدود ثابتة من الدرجة الصفر. ليه؟ لأن بنقدر نعتبر هنا هوت إن هنا هوت إن دالة السين بتساوي ب سين أس صفر، إحنا عارفين إن سين أس صفر بكام؟ بواحد، يبقى الناتج في النهاية بيساوي الب. أعزائي الطلاب نشكركم، وعلى أمل اللقاء بكم في جزء آخر إن شاء الله، ونستكمل مع بعض دوال كثيرة الحدود. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.